السلام عليكم. يا إثمان عزيزان، إثمان عزيزان، مرحبا بكم مع الريد ووم على القناة تينو. تمني إن شاء الله هاتيري مع رمليح من المثجر. إثمان عزيزان، يا إثمان عزيزان، نهار إن شاء الله أن نجمع مدارينا يجمع مدارينا الصباح الطاس تسد تفوح سع ريحة من الليمون والفانيلا تسد تعضب فخوة عاد أخر تشنه تمني إن شاء الله تصبعم. باش نقما بالينايا غنهدي المقادير كالتالي. بسم الله على بركة الله. غالي دانيتا 30 حبة من تمتجارين، غالي دانيتا 120 غرام من السكر، غالي 180 ملي نوغيم، غالي دانيتا 120 ملي الزجت، غالي دانيتا إجنت غنجاج تمشى من ليمون كورد نيغ كريمة من ليمون نير كوفيتين شو كوفيتين الليمون باش تنتا اصلا كريمه عقد ثاني تنش صغير طمو صغير زيار بيت هاين نيت من زادي كارفور من زمان ما ولكن تكختو رانش تكخت النيت دي هذه الحلقه المقبله ان شاء الله هذاك نتقر كريمه يا ثاني تا تفتصنا عند كمينتي اللي فدات نشنت حسن زهني من زمان قد هو الموضوع عشاي الطص واخا نكمل غالبا نتا 120 ملي نزجت، غالبا نتا 200 غرام نوان نفارينا نيغ مروة ثيني وغا تجيبو الميزان وإذا أدقنت ستان تغنجايين تم قرانين عمانت مليح ما يمينش الخو عاد عبار 200 يكسي أوفيغ عبار ستغنجاشت تيني دا يكسي ستان تغنجايين تم قرانين عمانت مليح واخا يسمينو غالبا نتا القبسان تنجحت غالبا نتا فغنجاج طم قرانت نيزين تت فعما سباك بودر باك بودر الخميرة الحلويات غالبا نتا اقشا نيجنت ليمون تحكخت غالبا نتا ثنين نصاشيف نفانيلا نفانيلا نسكوا واخا بطبيعة الحال غالبا نتا اقدو حني اذي نتسنى يعني قدو حنا اللي نتسنى مادالينا اذا تكوباتين مادالينا تيني سمينو بالمقادير اي غنحتاج دي مادالينا يا فانيتا تمني ان شاء الله هذه الشرح مفهوم قيمه التكيدي ارنكا غنكمل مادالينا يا ان شاء الله جميع خوتي خواتاتي السلام عليكم مرحبا بكم عندي في القناه ديالي كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير خوتي خواتاتي اليوم ان شاء الله غادي نقاسم معكم واحد الوصفة وهي المادلين ولا كيب كيك هذه كتجي مزيانه كتجي خفيفه قطنيه لداخل وكتجي رطبه بزاف وكيجي فيه الريحه ديال الليمون والفانيلا كتجي روعه ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الخبر خوتي خواتاتي باش نديروا هذا المادلين هذا خصنا في المقادير عندي هنا بسم الله على بركه الله عندي 3 البيضات عندي 120 غرام ديال السكر 120 مليلتر ديال الزيت 180 مليلتر ديال الحليب عندي معلقه ديال ليمون كورد ولا كريمه ديال الليمون ولا الا ما كايناش عندكم تقدروا ديروا كونفيتير ديال الليمون معلقه كبيره ولكن ان شاء الله في الحلقات المقبله ان شاء الله غادي نديرها انا نصنعها معكم نعطي لكم الطريقه ديالها لحقاش حتى انا كنستعملها عندي في الدار ديما راه عندي في الدار غير تقادات لي وشريت هذه واخا نكمل اخواتاتي عندي هنا 200 غرام ديال الفرينه ديال الطحين راني قبيله كنت كنقيس 200 غرام في الميزان عطاتني 6 معالق كبار معمرين بزاف ديال الماكله ديال الطحين 6 المعالق كبار اللي كناكلو بهم ديال الطحين هي 200 غرام نيشان اللي ما عندهاش الميزان عندي هنايا قبصه ديال الملحه وعندي هنا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلويات عندي هنا زوج الساشيات ديال الفانيلا ديال السكر وعندي هنايا واحد الليمونه حكيتها هكذا في الحكاكه ومن طبيعه الحال خوتي عندي هنايا القوالب ديال مادالينا وعندي هاد الوراق ديال اللي كيعمروا بهم مادالينا
خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديال المقادير مفهوم. نتمنى ان شاء الله تبقاو معايا حتى الاخر ديال هذا الفيديو باش تشوفوا معايا هذه الوصفه كي غادي نديروها جميع، كي غادي نصوبوها وكي غادي تخرج النتيجه ديالها في الاخر. خوتي خواتاتي ما تمشيوش بعيد، بقاو معايا وفرجه ممتعه ان شاء الله. بسم الله خواتاتي غادي نبداو. بسم الله يسمينو انا نبدا على بركه الله. انسيزا زيت نتجاري 30 نتجاري، انك القرصان الملحه داغ الطاف، غادي نزيد عليهم جوج سوشيات ديال السكر فانيلا، يعني خاص اثنين السكر فانيلا، خاص يعني السكر نيشان، نزيد عليهم السكر. غادي نطحنهم انا بالطراب الكهربائي، اللي ما عندهاش تقدر دير غير بالفوي ديال اليد. سمعني عزيزي، خصنا غيثي متجاريني السكرني فانيلا السكر، أنا غيدور الكولور نص ذا شمرار، ويتغي ميبون أمني دورة، وإنما غادي يدور على حال ذا شمرار، رغا تحسن تلا مناني مرة يفسي السكرني دوينات، رخو أنقي إن شاء الله الزشت شويت شويت. هذا يسقف الليمون، قشاني الليمون، هذا ثاني يجي تغنجشت زي كريمة من الليمون، تغنجشت وتعمى شغارهم ما يميتش السجن في واحد، وخاف قيد الليمون وين يبدا يتش السجن في واحد صباح الطاس يمشي سقان يكيب كيك نيغي كيك عادي نيغ. نبدا انك اغي 180 اوغي. دابا خوتي منين درت القشره ديال الليمون ودرت واحد المعلقه ماشي ما كثرتش ما عمرتهاش بالكريمه ديال الليمون، درت الحليب، ندير الطحين نديرو على دفعتين وندير فيه باك بودر، ندير فيه الخميره ديال الحلويات، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الحلويات. سمعني عزيزين، رامي كمرغ مارا يا خاوض، لقا كنت القوام النص يخص ديال صامو، خصو ودي تيسبو يوزر الطاس ودي تيسبو يقصح، عاد واخا يوزر شويت معليش ما يمي، الخو لقا كنت دواني تا السر من زي ما دارينا تفرط الصباح، تفرط غادا اخر في خوا، تفرط في عضب. الخو وتجيبو تعمر ديريكت دي دير شواغ من المادالينا وشات السموع، لا الخو على سكر سكر بلاستيك الغذائي في الكردي نبيرة يجن ساعات، يجن ساعات تيغا صباغ خمي اغاز دعقبه خمي غتعمر عاد دير الكوبا فين المادالينا ما يمي باش هاد هاديك شويت ميزي السر النص دواني تا وتجيبو غارة تكنت وشا التسمنت، لا يخص ديك بعدا تي ساعات على الاقل ساعات لي نبيرة. خوتي خواتاتي دابا راني كملت من المقادير كاملين جمعتهم، دابا شنو غادي ندير؟ غادي نغطيه بلاستيك الغذائي، غادي نديرو واحد الساعه ديال المكانه في النبيله لتحت، غادي نخليه. هذا هو السر ديال مادالينا باش كتخرج لنا رطبه وخفيفه لداخل كتجيب قطنيه. دابا غادي نخليها واحد الساعه في النبيله حتى نمر الساعه ان شاء الله غادي نرجع عندكم وغادي نعمروها في سميتو في الكوارت ديال مادالينا. سميتو عزيزين هاكا كنت راني نكسر الخليطين وزينبيلا دي خفانيتا قدو حايزين نتيك كيب كيك ربدا فني وغايجي شاو تجبد المشكله كغاس تغنجشت رخو اد عمار مره شواغ دينو مادالينا اهني كفاره. بسم الله
السلام عليكم يا ثمان عزان اسمان عزان عقب غراوم ارمي كمرغ مظلينا النغمارة عقا كنت ممجدي تفغ الشكل نس الاخير صراحة تفغ تصبح الطاس لا شكلا ولا مذاق نس عاوذ كيف كيف صراحة عقا كنت تزانت عقا كنت ممشتوف جيخ تفامو خواتاتي رجعت عندكم منين كملت كاع مادلين اللي درنا جميع هما الشكل ديالهم الاخير هاكي كيخرجوا تبارك الله غادي نحل معكم وحده تشوفوها لداخل ها صراحه كيجيو خفافين وقطنيين يعني كيستاهلوا تجربوهم يستاهلوا التجربه بسم الله شوف شوف وعاد الرائحه اللي فيهم ديال الليمون وهداك كريمه ديال الليمون كيجيو رائعين كيهبلوا يسمين يعز انت سنتي تصبح انت الطاس عاد بنت ها خزع ام سبون خا وصبح انت شنو فيني تمنزلني غحسن عاد زي فيني تمنزل دي بارا غايا ريحة نسنت من الليمون الكريمة من الليمون اذي سنتي قيغ وشا باركا تمني سوري نوغا هنت تجاربهم بركي من المخميت قرحاش تسوفوس النس يتسن من زيت يخدم من زيت يقا ودي شنو الحاش مرثو زي بارا غافي زدوقي النغبنا المهمي تقل حاجة تسوفوس النس يتحسي اللي تتشن حاجة تتايح يسمين ويعزن تمني غدا كنت تعجب الوصفينو تمني غصوري نو تسجعر بنت هذا كنت نجح حمو صراحة بسو سنت الطاس وذي سنت بو المقادير الطاس وذي سنت بو الشغر الطاس وتو انت بو الوقت الطاس يسمين ويعزن يا يثمين ويعزن يوضغ غا النهاية الحلقة يا نغا النهاية الفيديو يا تمني غصوري نو افن تسجعر بم رخوة غاري لذا ومينيغ اكني مجغ في امان الله وحفظه على الحلقه نغني ان شاء الله هذا كنتي تقرش الحاج نغني جديد في امان الله.